السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي جديد في قناتي وقناتكم عالم امي متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لا فيديو اليوم ان شاء الله فيها العروض، فيها العروض ديال الاخت عواطف. عطاتني بزاف د العروض حيت كاين منكم بزاف د الناس اللي باغين يشريو الدار، خصوصا جاوا من اوروبا وباغين يشريو الديور. عندنا واحد العروض لاصل الاصحاب ديالهم ما بغاوناش نصوروا الديور ديالهم ونزلوهم في اليوتيوب. انا طلبت من الاخت عواطف تعطيني العروض، عطاتني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه د العروض تبارك الله، خمسه ديال الشقق، الثمن ناقص والثمن شويه زايد. وان شاء الله غندير لكم فيديو للطلبات لان طلباتكم كثيره بزاف وكلها كتراوح ما بين 30 ل 34 مليون. وان شاء الله غنديروا نقاش على هذا الشيء في اللايف باذن الله غدا ان شاء الله. اللايف باذن واحد احد غنرجعوا اللايفات ديالنا ان شاء الله. ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع. وفي اللايف غنهضروا غير على هذه المشاكل بحال هكا، ما غنهضرش في اللايف على شي حاجه محدده، غنهضروا كما كنقولوا من القلب للقلب. وعاد غندير لكم فيديو على المشاريع، على القانون الجديد اللي مازال ما بغاوش ينزلوه الارض الواقع، مازال ما بغاوش يخرج في الجريده الرسميه. علاش وكيفاش وشنو هي الارهاصات اللي كتواجههم ان شاء الله. غير دقه دقه. وواحد الاخت كذلك كانت قالت لي عافاك اختي ديريني بحال اختك وبحال بغيتي انت تشري لراسك، فين غادي تشري؟ مرحبا والف مرحبا اختي، غنقول لكم المشاريع ونقول لكم شنو كاين ونناقشوا هذا الشيء كامل باذن الله، ونقدوا نناقشوا حتى في اللايف. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد. طولت عليكم لا فيديو، نتوكلوا على بركه الله. حاجه وحده قبل ما نبداو العروض، الله يجزيكم بالخير اللي وصل معايا لهذه المرحله هذه، ما تنساولوش باللايك وبالتعليق. وبالنسبه للناس اللي مقيمين على برا، كما كنقول لكم الله يجزيكم بالخير، شوفوا لنا الاشهارات، خليو تيدوز الاشهار، ماشي غير يدير انيوغي تبركوا عليه، ولا عجبكم شي اشهار بركوا عليه، ضغطوا عليه. كما كتعرفوا احنا القناه ديالنا راه مجانيه، كنزل العروض بالمجان، يعني ما عندناش واحد المصدر ديال الربح ولا شي حاجه. حاجه واحده اللي كنقول لكم، انا كنقلب لكم على المشاريع، كنصايب لكم ما فيها باس، نتعاونوا مع بعضياتنا. شوفوا لي الاشهار ولا بان لكم شي اشهار بركوا عليه، دخلوا فيه، جلسوا فيه غير دقيقه ورجعوا لا فيديو. هذا هو الطلب ديالي منكم وشكرا لكم بزاف. المهم عندنا العرض الاول، عندنا في القواسم، غتسولوني القواسم فين جات، نقول لكم في الجهه ديال مسنانه، في البلاصه اللي كيقلبوا عليها كلشي. وبالنسبه لهاد العروض اللي غنقول لكم، اللي عندي فيديو غنقول لكم راه عندي فيديو، وغنخلي لكم رقم التليفون خاص بهاد لا فيديو. اللي بغى شي حاجه اخرى ما يدخلش عندي لهذا الرقم، غنخلي لكم في العنوان خاص بهاد لا فيديو. هادي القواسم، الطابق الرابع فيهم الاسانسور، فيها 54 متر، ديكلاراسيون 100%. هاد لا فيديو الميزه اللي فيه ان الديكلاراسيون ديال لي زابارتمون كلها 100%، داكشي اللي كتقلبوا عليه، حطيتي فلوسك بغيتي 100%، مرحبا والف مرحبا. القواسم الطابق الرابع 54 متر، ديكلاراسيون 100%، فيهم الاسانسور، الدار مشمشه، لا فيديو عندي، دخلوا عندي لهذا الرقم نعطيكم لا فيديو. عجبتكم الدار نعطيكم الرقم ديال الاخت عواطف، تواصلوا معاها تديكم تشوفوه. واكيد اللي ديبلاصات مع الاخت عواطف راه لكل عمل اجر، هي ما كتطلبش، ولكن انتوما ما تحشمونيش انا، الله يجزيكم بالخير. باش ان السيده كتمشي كديبلاصا مع الناس وكتضيع وقتها والطوموبيل عندها ايسونس وديبلاصيك في هاد الدار وتشوف هاد الدار وتشوف هادي، وفي الاخر الله يرحم الوالدين، اي الله يرحم الوالدين واجبه، ولكن حتى العمل ديالها راه ضيعت معك 4 سوايع 5 سوايع، حتى هذيك راه بالاجر ديالها. يلا هذه بين قوسين الثمن ديالها 46 مليون قابل للمفاهمه، ينقص لكم شويه صاحبه الدار، ينقص لكم شويه 54 متر، ديكلاراسيون 100%. انت ما غتقوليش واش ساكن اقتصادي ولا ساكن اجتماعي، هذه فيها ديكلاراسيون 100%، يعني دوزيام مان فيها ديكلاراسيون 100%، داكشي اللي كيهمنا حنايا وداكشي اللي بغينا حنا. وديك الساعه هو غيقول الثمن عجبتك الدار انت تساوى معاه. عندنا واحد اخرى في مجمع النور، واحد الشقه في مجمع النور في الطابق الثاني، مشمشة قريبة المحطة الطرقية، الناس اللي كتسولوني على المحطة الطرقية قريبة المحطة الطرقية، ديكلاراسيون 100%، فيها 55 متر، مولاتها كطلب فيها 44 مليون، وتقد تنقص لكم شي حاجة. يلا هادي وحدة في القواسم، وحدة في مجمع النور،
كاينه وحده في طنجه الباليه، الناس اللي كيقلبوا على على شقق في طنجه الباليه، طنجه الباليه في مجمع الاب دالاس، هذه حتى هي عند الاخرى مجمع النور عندي لا فيديو ديالها، هذه الاب دالاس عندي لا فيديو ديالها، يعني هاد ثلاثه لي زابارتمون دابا اللي كنقول لكم كلهم عندي لا فيديو ديالهم، دخلوا عندي نصيفط لكم لا فيديو. الاب دالاس جوج الواجهات يعني شوكه، جات شوكه فيها 61 متر، جات في الطابق الاول، فيها الكاميرات السنديك الحراسه بالكاميرات، وفيها السيده دايره فيها مولاتها دايره فيها لانستالاسيون ديال لاكليم، يعني ما غاتجيش انك تبغيها ويكون الصهد في الصيف وهذا تبغي دير لاكليم، فيها لانستالاسيون ديال لاكليم والحمام معاود كامل. الثمن ديالها 50 مليون مع المفاهمه وديكلاراسيون توتال، داكشي اللي غتفاهموا عليه غديكلاريو توتال. انا هادشي اللي كان انسيستي عليه، نكملوا هادشي ونهضروا شويه في هادشي اللي كنقول لكم. وعندنا برطمه في الضحى دكزنايا باقي جديده كما كنقولوا حنا، نيو باقي ما مسكوناش، يلاه تسلموا. الطابق الثاني مولاها الظروف بغى يبيعها، الطابق الثاني فيها 60 متر الثمن 29 مليون، هذه ناقصه الثمن ديكلاراسيون 100%، بغى يبيعها ب 29 مليون مسلمه، غتمشي غتعطي في ليساس كتمشي تكاتب عند النوطير غتشد سويساسك وغادي تدخل. وكاينه وحده اللي كنت قلت لكم في بيتي سكن ثلاثه د البيوت الاصلاح جيد، حتى هي عندي لا فيديو ديالها، ثلاثه د البيوت اصلاح جيد فيها 64 متر، وعاد السيد زاد واحد الكولوار حتى هو زادو استغلو. الطابق الثالث وفيها ثلاثه د البيوت، الناس اللي كيسولوا على ثلاثه د البيوت يقول لك بغينا ثلاثه د البيوت، فيها ثلاثه د البيوت وصالون ولا كويزين محلوله على 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 السيجور، مولاتها كطلب فيها 47 مليون مع المفاهمه، وهادو كاملين اللي قلت لكم ديكلاراسيون 100%. كاين اللي غيجي يقول لي ولا سكن اقتصادي شارينو ب 25 مليون، سمعوني سكن اقتصادي هادو كلهم حتى شي حد فيهم ما شراه ب 25 مليون، كلهم شارينو بحالكم نتوما بحال اللي دابا شارين ب 10 مليون دنوار ب 9 مليون دنوار، كاين اللي صالحها كاين اللي مصايب فيها كاين اللي هادي كاين اللي هادي، غير هو غيبيعها لك انت بداك الثمن، هو ديكلاراو ليه ب 25 اولا ديكلاراو ليه ب 26 اولا كاين اللي خداها ب 30، انت غيديكلاري لك بالثمن كامل. غتقول لي لا ما ساويه، لا لا لا، غير كل وحده والبلاصه ديالها كل وحده والمنطقه ديالها كيفاش جات، وهذا السوق، هذا السوق هو سكن فيها ربع سنين صلحها دافيه بزاف بزاف. كاين اللي غيجي يقول لي كتناقضي مع راسك، لا انا ما كنتناقضش مع راسي. دابا انت في نظرك انت كشخص خديتي دار ديكلاراو لك ب 25 مليون، خديتيها ب 32 مليون ولا 34 مليون، صلحتيها سكنتي فيها، واش غتبيعها ب 32 مليون باش خديتيها؟ انت اللي كتشوف فيا وانا اللي كنهضر معاك، جلس غير مع راسك. شوف الدار ماشي هي الطوموبيل، كاين اللي غيجي يقول لي الطوموبيل راه كنخسروا فيها، حنا شخصيا شرينا طوموبيل ب 22 مليون بعناها ب 9 مليون ونص، دوزت عندها 6 سنين بعناها ب 9 مليون ونص، هذيك طوموبيل. خرجنا طوموبيل جديده واحده اخرى بلا ميزون ب 23 مليون، دابا يلا ما كاملاش عامين دابا غنخرجها الى عطاو لي 16 نزغت، هذه معروفه. ولكن ديور العقار كيطلع العقار مولاه ما عمو يكون خاسر فيه، هذه غير باش تكون باينه من امامكم. وكاين بعض الناس هدا الله يهديهم راه ما فاهميش الطريقه كيفاش كتتم، راه واحد العقار وفي وسط المدينه، في وسط المدينه، في وسط المدينه قريب لجميع المرافق، راه غير هذيك في وسط المدينه وقريب لجميع المرافق ما كنهضروش على المتراج، هذيك راه عندها القيمه ديالها وعندها الثمن ديالها. انا راني كنت بحالكم ملي كنشوف شي حد طالب الثمن كنقول او يلاه قفيز وهادي وهي طالب الثمن، ولكن ملي دخلت للدومين وعرفت فهمت بزاف د الحوايج. وعليها دابا كيقول لك هاد الازمه اللي كاينه في اوروبا بالنسبه للمغاربه، الله يشريو عقارات، وبالنسبه لذاك داك القضيه ديال ديكلاراسيون داكشي كامل ما بقاش، صافي راه ترفيز القرار وداكشي كامل ما بقاش. انا قلت لكم راه الدوله العميقه ما يمكنش تخلي هذا القرار يدوز هكاك وديكلاري ليهم بان المغاربه شنو عندهم شنو عندهم شنو عندهم في الكونت بونكي شنو عندهم في الديور، راه استحاله، لان نتوما هما اللي كتدخلوا العمله الصعبه للبلاد، وديك العمله الصعبه هي اللي كنشريو بها الطحين اللي كنشريو بها بزاف الحوايج. هذه مساله قانونيه مساله اقتصاديه بعيده بزاف باش ما ندخلكمش فيها، ولكن خصكم تفهموها.
دابا كاين بزاف الناس ما فاهمينش شنو كيقول لك او كيقارنوا كيقول لك او طنجه كازا الباط رجعت غلا من 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 باريس. راني قلت لكم هذاك الشيء مساله اقتصاديه ما عندهاش علاقه. وما تقوليش نتحدى اي حد فيكم يقول لي غتمشي لمدريد ولا غتمشي لبرشلون. برشلون برشلون هذيك اللي كنا واحد السيد متبعها انا عنده العقارات في برشلونه دار عاديه فيها 90 متر وراكم عارفين الديور ديال تما البني قديم وهذه اللي خصها كل اصلاح. هل الطوبويات ديال الغاز دايزين؟ هل الطوبويات ديال هادي دايزين؟ طالبين فيها 160 مليون. كنقولوا فين هما الناس اللي كيقول لك لا غتشري في برشلونه ولا غتشري في مدريد ولا غتشري بهذا غير 30 مليون؟ هذا كتشري في بويبلوس باش نتفاهموا. الا كانت برا بعيده على المدينه لا غتقول لي هو البويبلوس احسن من 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 طنجه. لا سمح لي ماشي احسن من طنجه ماشي احسن من الرباط ماشي احسن من كازا. غتقول لي لا انت كدافعي حيت العقار شوف في المغرب عنده واحد الخاصه سبيسيال عقار المغرب راه بلاد فيها الامان فيها بزاف د الحوايج ما غتقارنهاليش. تقول لي لا على فرنسا لا لا في فرنسا دابا ما فيهاش الامان سمح لي داك التخريب وداك داكشي اللي داروا في النواحي ديال باريس وداكشي سمح لي ما بقاش امان. وبقات انا شخصيا ما يعطيو الفيزا للمغاربه ما يعطيوش يعني كتلعب واحد السياسه كبيره علينا بزاف باش ما ندخلوش في هاد المسائل هكا. كاين اللي غيقول لك هاد السيده كاسا كتخربق موجات نظر كنخربق ولكن ملي غادي تقرا بنادم درس العلوم ديال الاقتصاد ودرس درسنا الحمد لله في لافاك ديالنا واخا بلا فلوس قراونا العلوم الاجتماع قراونا العلوم الاقتصاد قراونا العلوم السياسيه والعلوم العلوم السياسيه ما غايجيش اي حد يهضر فيها غير باش نديرو مقارنه ما بين المغرب وما بين غير الجاره ديالنا الجزائر في السياسه والدبلوماسيه شتان ما بين البينين. وهاد المسائل قانونيه ما غيفهم فيها الا الدارس. علاه كنقول لكم انا عندك شي رزيق حنا ممنوع علينا في المغرب باش اننا نشريو الدولار ولا نشريو السبائك الذهب ولا نشريو داك اللويز ولا داكشي حنا ممنوع علينا. الحل الوحيد الامثل اللي قدامنا نشريو العقار لان العقار مستقبلا من هنا واحد العامين غيطلع واحد الطلعه صاروخيه سواء في الكبر سواء في الاستثمار سواء في اي حاجه. هذه نصيحه وخليو هاد لا فيديو هادي وقولوا الاخت هدى واش كتكذب ولا بصح. المهم هاد طولت عليكم بزاف ما كنتش غنطول ولكن الهضره كتجبد الهضره كتعجبني الهضره حيت شي وحينا هيك شويه كتهضري بزاف غنقول لك بلا ما كتعجبني الهضره. انا هذه حريه شخصيه ما عجبكش ما تفرجش فيا. المهم هاد العروض كامله اللي قلت لكم ديال الاخت عواطف تواصلوا معايا غنعطيكم فيديوهات عجبوكم غنعطيكم النمره ديال الاخت عواطف تواصلوا معاها. وكما كنقول لكم لكل عمل اجر الله يجزيكم بالخير. هذيك السيده معقوله ما غتنصب عليكم ما غتضحك عليكم ما غدير والو كاينه كاينه ما كاينش ما كاينش لدرجه انها كاع لي زابارتمون اللي عندها كتشاط على مواليهم ديكلاراسيون 100% كثر بهذا المعقول راه ما تلقاوش. السلام عليكم ما تنساوناش باللايك وبالتعليق وبالبارطاج الله يجزيكم بالخير. وبالنسبه للناس ديال على برا شوفونا الاشهار كامل وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.